السلام عليكم. ان شاء الله يكونوا الحشوات الاخرين اللي درنا عجبوكم، ودابا غادي ندوزو للحشوه الرابعه واللي هي الاخيره. هاد الحشوه درناها بالحوت، تبعوا معايا المراحل حتى الاخر. بالنسبه للفيرميسيل شديت جوج ديال الضامات وقطعتهم رقاق. بالنسبه لهاد الحوت اللي عندي، هادو الحنوك ديال الحنيكات ديال لالوط، الكالامار، شامبينيون، الزيتون، الحامض، قزبور، ورقة موسى، ثومة، فلفلة. غادي ندوزو دابا للطياب. غادي ناخدو مقلة وغادي نديرو فيها شوية ديال الزيت، وغادي نديرو فيها شوية ديال الزبدة، ضروري الزبدة كتبنن، وغادي نزيدو فيها ورقة موسى والثومة. الثومة كيف كتشوفو كنشدها وكنحكها وكنديرها مع الزيت وكنخليها، وغادي نشد كالامر. بالنسبه للكميه، اي كميه بغيتو نتوما، من القليل حتى الكثير، كل واحد و داكشي اللي متوفر ليه. غادي نشدها، غادي نقليها كيف كتشوفوا. بيان سور تكون عافيه مجهده باش الكالامر ما ترخيش لينا الماء. اي حوت الا بغينا نصوطيو كنديرو العافيه مجهده. غادي نزيد واحد الضامه ديال الحوت، بيان سور اختياري، اللي بغى يديرها يديرها، اللي مبغاش يديرها ما يديرهاش. غادي منين خليتها تقريبا مده 5 ديال الدقائق وهي كتشحر، دابا غادي نزيد الفلفله. الفلفله نقطعوها مربعات صغار ونخلطو، نحاولو نخلوها تقلى واحد شويه قبل لا نديرو اللقامه ديالنا. انا راه مزربه الفيديو هنايا، سينو راه خليتها خدات وخدها شويه تدبلت. غادي ناخد شويه ديال الخرقوم عواد، وغادي ناخد العطريه ديال البسطيله. اللي ما متوفراش عنده العطريه ديال البسطيله يدير كمون ويدير التحميره ويدير الابزار. ودرت انا شويه ديال السودانيه، ويدير السودانيه بيان سور. الملحمه ديروها شويه، درت القشور ديال الكروفيت حيت هاد الحشوه ما كانش عندي الكروفيت، ما كانش متوفر الكروفيت، يعني درتها غير بهذوك الحنيكات ديال لالوط، كنشدهم وكنبخر الريوسه ديال لالوط وكنحيد منهم هذاك اللحم اللي فيهم، وكنحتفظ بهم في الكونجيلاتور حتى كتكون شي شيوه بحال هكا حيت هما تيكونوا بنانين. انا زدت الحامض المصير وزدت شويه ديال الزيتون، وغادي نخلي ديك القامات طيب شويه وتقلى لي الفلفله تاعي مزيان مزيان. انتم كيف كتشوفوا اللون؟ يا سلام. داكشي معلك بنين، يا سلام. غادي نزيد هنا الشامبينيون نوار، ونحرك باش ينسجموا ديال العناصر ديالي. المهم هاد الحشوه راه اقتصاديه، وتقدري ما ديريش كالامار الا ما عندكش كالامار، تقدري ديري غير الفلفله والشامبينيون تيتقلاو مزيان مزيان، وتزيدي عليهم الحوت الابيض. وبالنسبه للحوت الابيض، اي حوت عندك ابيض تقدري ديريه، ماشي بالضروره يكون لوط ولا شي حاجه اخرى، اي حوت تقدري ديريه، ما كاين حتى مشكل. غادي نخلطهم مزيان مزيان، انا راه باقي مكونجلي ديال الحوت، غادي نخليه بشويه عليه حتى يطلق. بغيتي ديريها بلا فيرميسيل ما ديريش الفيرميسيل، بغيتي ديري الفيرميسيل ضيفيها، ما كاين حتى مشكل. من بعد صافي ما طلق ليا الحوت ونسجموا ليا العناصر ديالي. دابا فاش عواد ندير مقله اخرى وندير فيها الفيرميسيل، غادي نكحز كيف كتشوفوا، كنكحز غير الحشوه وتنخلي داك الوسطي اللي هو غادي ندير فيه الفيرميسيل. غادي نلوح فيه الزبده، وغادي نلوح دوك جوج طماط ديال الفيرميسيل ديالي، غادي ندير عليهم شويه ديال صوص صوجا،
وغادي ندير لهم شويه ديال العطريه ديال الحوت. اللي ما عندوش العطريه راه قلت لكم شنو ديروا، العطريه ديال البسطيله اللي ما متوفراش عندهم يدير القامه ديالنا عاديه. وضفت القزبر ومعدنوس، وجات هاد الحشوه بنينه بزاف 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 والله. وهنا غادي نخلطها باش يطلق لي داك قزبر ومعدنوس، ونخلط داك الشيء مزيان مزيان ينسجموا لي العناصر ديالي. وغادي نديرها دابا تقطر. كيف كنقول لكم إيه، انا هذه تايه راه درت هذوك الحشوات كلهم اللي قديت، راه قديتهم بنار وخليتهم حتى لغد ليه عاد خدمت بهم باش يقطروا على خاطرهم ويحيد داكشي اللي زايد فيهم. وبالنسبه للطريقه ديال الطوي، انتم كيف كتشوفوا كي درنا في الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث، غادي نديروا حتى في غادي نديرو حتى في ما يخص الحشوة ديال الحوت. ما تنساونيش من لي كومونتير ديالكم، لي لايك ديالكم. وغادي نبقى بهاد الطريقة هادي حتى غادي نستافدو خمسة د الورقات. المهم راه محسوبين خمسة د الورقات في كل تنشوف ولادي فاش كندير المونتاج كنبدا كنضحك. ما حطيتهمش مقادين، كنعاودهم حيت اللهم سلامه ولا ندامه، اللهم بشويه هادي ونقاد ولا نزرب ونخسر داكشي. والزيت ضروري الزيت. ومن مورا دابا غادي نقاد، دابا درت جميع الاجزاء مفصلين، ودابا غادي نجمع، غادي ندير فيديو فيه بسطيله محنشه دو ا زد. اللي كان مهتم بيشوف كل جزء بوحديته مرحبا، واللي بغى يشوف جزء واحد فيه كل شيء مرحبا. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو اللي فيه الدريساج وفيه كيف كان اللي كنفسر فيه الطريقه ديال الطياب ديال هاد المحنشه. ما عقلتش اش بغيت نقول لكم، ولكن لا في هاد الفيديو فاش كاين كيفاش غادي نطيبوا المحنشه. غادي نتسنى غير ندورها وجربوا غير نجمعها زعما باش ندوزو نفسرو كيفاش كطيب. جربوا هاد المحنشه وردوا لي الخبر ضروري ضروري في لي كومونتير ولا في ميساج بريفي ولا اللي عجبكم. وتندير كميه لا باس بها، ماشي زعما كندير غير شويه. راه واخا تعمروها بزاف بزاف راه ما تخافوش، راه دغيا طوا. هنا الطريقه راه كندوزها بشويه باش تفهموا مزيان مزيان كيفاش كان. والزيت ضروري الزيت. شتو ساهله تجمع، ما كتعذب ما والو. كيف قلت لكم اللي خاف منها لا تعذبو يديرها يجمعها في الطاوه، الجزء اللي يجمع يديرو في الطاوه ويبدا يزدي في الطاوه. واللي متمكن وعارف راسو راه ما طرونكيل ما غادي يقدر يهزها، وداكشي راه يخليها فوق البوطاجي كي كندير انا
تالخر. هنا الطريقة ديال الزي راكم شتوها في الأجزاء الأخرى. أنا صافي حيدت الحشوات كلهم، زعما راني ساليت، كندهن بالزيت ضروري. انا غادي نجيب الطاوه ديالي اللي سبق لي ودرت فيها بابي سلفوريزي، الورق الغذائي، ودابا غادي نهز المحنشه ديالي، غادي نهز وغادي نبدا نفرق باش السخونيه تدخل في وسط من المحنشه وتطيب كلها. شتو كيفاش كندير ليها؟ ماشي تبقى بيضة من الجناب. غادي ندهن بالزيت، ضروري الزيت، غادي نكرسها واحد شويه باش نرد لا فورم ديالها اللي كانت فيها. المهم كل شيء بالخاطر. غادي نشد شي عود وغادي نتقب المحنشه ديالي. علاش كنتقبوها؟ باش داك الهواء ما تفرقعش، يتلاقى منين يخرج ما تفرقعش. وغادي نغلفها ببابي الومنيوم باش تاخذ وقتها في الطياب، ماشي نديرها في الفران وندير الفوق والتحت دغيا طيب وما طيبش ليا من الداخل ومن الجناب، لا خصنا نعطوها وقيتها في الطياب. انتما كيف كتشوفوا شويه عليكم الفران عافيه الفوق والتحت.